السلام عليكم خويا. وعليكم السلام. اليوم مبرد شاكر اذا عيرينك. شنو وضعك خويا؟ انا حاليا زوجي سجين حكم 7 سنوات وعندي هذول اطفالي وغيرتي مريضه. نعم. ايش بيها بنتك؟ ما عندها مخرج. نعم. زين شنو جاي تسوي لها كذا؟ يعني علاجات احتياجات خاصه يعني حفاضات. على حسابي السرينة؟ اي على حسابي. نعم. زين عندك رعاية شيء؟ لا حاليا مقدمين بس بعد ما طالع. نعم. شنو محتاجة؟ يعني ثلاجة، طباخ، فراش، مواد غذائية. يعني هذا شنو ما عندك لا ثلاجة لا طباخ؟ شلون مشي وضعك يعني؟ يعني بيت اهلي حاليا. يعني انت قاعده ويا زوجتك وجيتي من زوجك السجن هنا بيت اهلك؟ هم تجاوز هم اهلك يعني قاعدين؟ تجاوز. نعم. عندك احد بالمدرسه؟ ابني وبنتي. يا صف يا صف. ابني بالسادس ابتدائي وبنتي اول. من ضمن برامجنا احنا بطاقة غذاء وإكساحة قيمتها 50,000، إن شاء الله الإخوان يتصلون بيك تجي تستلمين به.